انفستورز في نفس الحيز السياحي، يعني مثلا الوحده بتاعتها كانت قش في قش، فكان لازم احنا نقعد نزود عدد الترانزستورز عشان نعرف نعمل كمبيوتر سكيورتي. كانت بيعملوا عمليه عن طريق عمليه اسمها المينياتورايزيشن او اللملمه، ان انا بقعد اصغر الكومبوننتس عشان اعرف ازود عددها داخل الكمبيوتر. سنه 65 ظهر قانون اسمه قانون مور. هو مش قانون، هو الراجل ده كانت ملاحظه تحول الى قانون، حتى يومنا هذا القانون قانون سري. بيقول ايه؟ بيقول ان احنا خلال سنه تقريبا عدد الترانزستورز في نفس الحيز المكاني بتتضاعف. الكلام ده هيؤدي لايه؟ ايه المشكله في كده؟ المشكله ان احنا لو عندنا تكنولوجي ان احنا عندنا دول ترانزستورز مثلا بالبروسيسور او المعالج بتاع الكمبيوتر، خلال سنه الاثنين دول هيبقوا اربعه في نفس الحيز المكاني، الاربعه يبقوا 8، ال 8 يبقوا 16، وده اعتقد احنا ملاحظينه لو حضرتك متابع التكنولوجي بتاع الكمبيوتر، الكومبوننتس بتصغر من سنه لسنه، الكومبوننتس بتصغر، الفلاش ميموري يعني كانت كبيره وبعد كده بقت حاجه صغيره خالص، التليفون المقبول بقى حجمه حاجه صغيره خالص، ايه المشكله في كده؟ المشكله في كده ان عدد الترانزستورز اللي موجوده في المعالج بتاع الكمبيوتر بتزيد من سنه لسنه. وعشان عدد الترانزستورز تزيد لازم حجم الترانزستور يقل، وعشان حجم الترانزستور يقل فالاتومز اللي موجوده داخل الترانزستورز لازم تقل. عدد الترانزستور نفسه لازم يقل. طيب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان احنا لو مشينا مع قانون مور ان سنه 2015 وخلاص الكلام ده عدى، انت ما بتحكي الكلام ده زمان انه هيحصل، اكشن الكلام ده حصل من يعني خمس سنين ست سنين، ان احنا ان عدد الاتومز اللي موجوده في الترانزستور داخل الكمبيوتر وصل لعدد احنا فقدنا السيطره عليه بالطرق الكلاسيكيه اللي هو الديجيتال الكترونكس والطرق اللي انا اشحن كهرباء وان انا استخدم كهرباء، الكلام ده احنا ما عدناش قادرين نسيطر عليه في الكمبيوتر. فاحنا وصلنا لنقطه فاصله كده في تاريخ الكمبيوتر ساينس ان احنا نتوقف على الديفلوبمنت، نتوقف ان احنا نطلع بروسيسور جديده، يا اما نحاول ندور على الترنيتيفز لان الترانزستورز قرب جدا من الكوانتا ليفل. ففي سباق، السباق ده بدا يمكن من اكثر من 10 سنين عن احنا بدانا ندور على بدائل، عايزين ندور على بديل عن الكمبيوتر اللي احنا شغالين عليها والا التكنولوجي كلها بطاقه. ويمكن اللي فيكم حضرتكم تابع سوق الكمبيوتر من مثلا 10 15 سنه كان يقول لك مثلا في بنتيوم والسنه اللي بعدها بنتيوم 2 والسنه اللي بعدها بنتيوم 3، كانت التكنولوجي بتتطور بشكل سريع جدا. الكلام ده توقف تماما من خمس ست سنين. الشركات دلوقتي بتبيع بروسيسورز قديمه، انتل الموبايل اللي حضراتكم هي بدأوا يبيع حاجه اسمها الكواد كور والبوكتا كور والديوال كور، الكورز دي هي بروسيسورز قديمه بس هم بيبيعوها بشكل جديد. فاذا احنا في عندنا دلوقتي ايه مفترض طرق، يعني نتوقف عن التطور يا اما نبدا ندور على جهاز كمبيوتر جديد خالص بس بيشتغل بتكنولوجي مختلفه. الحل كان ظهر بدا اذا في كوانتم كمبيوتر. احنا كده وصلنا للكوانتم ليفل، طيب هل ممكن الكمبيوتر لو اشتغل باللوز اوف كوانتم ميكانكس هل ده ممكن يغير من شكل الكمبيوتنج؟ الاقتراح ده كان بدا سنه 1981 وما كانش حد قادر يعني هنستفيد ايه من ان احنا نتحول من كلاسيكال كمبيوتنج لكوانتم كمبيوتنج؟ الكلام ده لغايه سنه 95 تقريبا. في عالم اسمه بيتر شور في اي تي ان تي في لاب قدم الجوريزم بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر، بيشتغل بقوانين الكوانتم ميكانكس عشان يعمل انتجر، يخلي الانتجر كاركترايزيشن بروبلم. ايه هي الانتجر كاركترايزيشن بروبلم؟ هي ببساطه شديده لو انا عندي رقم، الرقم ده حاصل ضرب 2 برايم نمبرز، انا هخبي ال 2 برايم نمبرز اللي هم بي وكيو وادي لحضرتك الان. هل تقدر تجد البي والكيو؟ البروبلم دي از فيري هارد بروبلم، دي بتصور حضرتك الكمبيوتر حاجه اسمها ان بي هارد بروبلم، وعشان هي هارد بروبلم فاكشولي كل انواع الكريبتوغرافي اللي موجوده على الانترنت هي معتمده على البروبلم بالتحديد. دي الكومبلكسيتي، ده كده الوقت اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل عمليه فاكتورايزيشن. وعشان بس نوضح قد ايه البروبلم دي صعبه، في ثلاثة علماء اخترعوا لنا شفرة اسمها الـ RSA. الشفرة دي اللي هي بتستخدم على الإنترنت النهاردة، مش شغالين على الإنترنت، لو الإنترنت ده سيكيور
كل الكريدت كاردز، كل الترانزاكشنز، كل البيع والشراء على الانترنت بيديله بناء على الشفره دي. الثلاثه علامه دول نشروا هذا الرقم، الرقم ده 229 ديجيت، وسموا الرقم ده ار اس اي 29. ار اس اي اللي هو الاسماء الثلاثه علامه اللي بتعرف شفره. وتحدوا العالم في السبعينات مين يقدر يعمل فاكتورايزيشن للتو برايم نمبرز اللي هيطلعوا من الرقم ده. من سنه حاجه و70 لغايه نص التسعينات محدش قدر يعمل فاكتورايزيشن. خلاص الرقم ده بقى معروف دلوقتي بعد ما اتكسر، بس عشان يتكسر الرقم ده دول تو برايم نمبرز حصل ارقام الار اس اي 29. عشان اتكسر تم استخدام 1600 كمبيوتر رانينج اون لاين لمده 8 شهور بشكل متواصل. دي كده بس ورينا ايه قد ايه الشفره دي صعبه، وان احنا العمليه دي الفاكتورايزيشن دي بروبلم صعبه. نفس التكنولوجي لو حاولنا ان احنا نعمل فاكتورايزيشن لرقم طوله 250 ديجيت فاحنا محتاجين 800000 سنه. لو احنا محتاجين 10.5 years عشان نعمل فاكتورايزيشن لرقم n 1000 ديجيت. ايه المفاجاه في شورز الجوريزم؟ ده تحدي الحي ده كده التحدي المعلن ار اس اي 2048، واللي يقدر يعمل فاكتورايزيشن لهذا الرقم الهيئه اللي نشرت الرقم ده بتقدم جايزه من يعني بيكو انترستد ممكن يقدم هذه المسابقه. شورز الجوريزم، الالجوريزم اللي بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر دي الكونتكست بتاعته الراجل ده بيوعد ان الرقم اللي كان محتاج فاكتورايزيشن 10.5 years هو يقدر يكسره في 20 years. الالجوريزم ده شورز الالجوريزم ده كان صدمه كده، صدمه للمجتمع العلمي على كم الكومبيتيشن باور اللي ممكن يكسبها من هذا الديفايس. بعد شورز الالجوريزم بدات الجوريزمات اخرى تظهر في الكوانتم كومبيوتنج. ظهر بعده الجوريزم اسمه لوك جروبر يمكن هنتكلم عليه، ده زي كده ايه؟ زي سيرش انجن، زي جوجل كده، بيعمل سيرش بس بشكل اسرع. الكلاسيكال كمبيوتر، الكمبيوتر بتاعنا بيعمل الكومبلكس بتاع اوردر ان، جروبر بيشتغل في جذب ان، يعني حضرتك عندك 10000 ايتم بدل حضرتك تعمل 10000 ستيب على الكمبيوتر بتاعنا، زي ما محتاج تعمل بس 100 ستيب على الكوانتم كمبيوتر، ده كده سبيد اب جدا. بعد دي بدأت تظهر بقى ثورة في مجال الكمبيوتر ساينس. تقريبا ما في تخصص في مجال الكمبيوتر ساينس الا وبدأ يظهر قبله كلمة كوانتم. ادخل على الانترنت اكتب اي تخصص، كوانتم داتا بيس، كوانتم ارتفيشال انتليجنس، كوانتم ماشين ليرنينج، كوانتم ايمج بروسيسنج. في بقى يعني بقى في كليات، بدأ يظهر كليات مش اقسام حتى، بدأ يظهر في كليات جامعة ووتر لو عندها كوليدج في كوانتم كمبيوتنج دلوقتي. الموضوع ده بدا ينتشر بشكل كبير، بس في خلال البحث على استفاده من موضوع الكوانتم كومبيوتنج الناس في الكمبيوتر ساينس وجدوا ان هم محتاجين مصادر بشكل كبير. انا بس ايه كان يعني دكتور احمد كان طلب مني هل احنا محتاجين مصادر في الكوانتم كومبيوتنج؟ انا مش قادر اقول لك محتاجين مصادر كتير. احنا محتاجين يعني انا كتبت بس ملخص سريع لبعض التوبكس في الماثماتكس والابلكيشن بتاعتها اكتر محتاجينها ايه في الكوانتم كومبيوتنج؟ من اللينير الجبرا للديفرنشال ايكويشن للستاتستكس اند بروبابيلتي للستاتستكس اند مهمه لان جهاز الكوانتم كومبيوتر هو بروبابيلتي ديفايس في الاساس. الداتا ريبريزنتيشن بتتم عن طريق لينير الجبرا والفيكتورز والماتريسيز زي ما هنشوف. الانفورميشن ثيوري بقى في حاجه اسمها كوانتم انفورميشن ثيوري الدكتور عبد الشافي يعني استاذنا في هذا المجال. التوبولوجي الجروب ثيوري دي مهمه جدا احنا بنعمل بيها حاجه اسمها الاستابلايزر كود والكوانتم ايرور بريكشنز، حاجه اسمها اليونيفرسال جيتس، في بعض التوكس عن الموضوع ده الصبح، الجراف ثيوري، البوليان الجبرا، يعني ما في فرع من فروع الماثماتكس الا داخله جدا في الكوانتم ساينس، ما عادش في فرق. وكانت مفاجاه بالنسبه لي يعني انا كنت بعمل سيرش في بعض التوبكس من دول انا كنت عارفها بس كنت بدور هل في حاجه جديده ولا لا. انا كانت مفاجاه بالنسبه لي ان احنا في فرع دلوقتي اسمه فراكشنال كوانتم كالكس، ده اللي في ظهر سنه 2015 اللي هم ماسكوا الشرودنجر ايكويشن وعملوها باستخدام فراكشنال. ومش عايز اقول لحضراتكم كم من الابلكيشنز اللي طلع من هذا الموضوع والريزلت شكلها عامل ازاي. فما اعرفش احنا كابتس بتوع كمبيوتر ساينس محتاجين المساعده بتوع من الناس المتخصصين في الماثماتكس. الناس في الماثماتكس بقى في ابلكيشن قوي وخصوصا الموضوع ما عادش سير، الموضوع ما عادش نظريات وبيبرز 12، الاندستري بدات تدخل في الموضوع. في كوانتم بروسيسور بيتباع دلوقتي، في شركه اسمها شركه دي ويف، شركه كنديه بتبيع كوانتم كمبيوتر.
ان الديفايس ده لسه مش بيديني كل قدرات قوه الكمبيوتر اللي احنا عايزينه، ولكن هي خطوه للامام. ففي دي شركه دي ويف، شركه اي بي ام، جوجل عندها قوه الكمبيوتر بتاعها، ويمكن ده اوبن لبعض الناس اللي تقدر تعمل ريسيرش عليه. الاي بي ام عملت قوه الكمبيوتر خاص بيها وشغال قوه الكمبيوتر بتاع اي بي ام، هو فول قوه الكمبيوتر على فكره، ولكن السكيل بتاعه لسه صغير، ولكن الموضوع ده بيتطور سريعا جدا. شركه مايكروسوفت بدات تعمل بروجرامنج لانجوج في قوه الكمبيوتر. اذا الموضوع دخل في الاندستري، طالما دخل في الاندستري فهو ما عادش سيري وما عادش حاجه تخيليه. يمكن ده هو النكست ستيب خلال سنتين ثلاثه. جهاز الكمبيوتر اللي احنا بنشتغل عليه ده 10 سنين، في نيو تكنولوجي، في نيو بروجرامنج لانجوج، في نيو باور احنا ممكن نستفيد منها في الايه؟ في موضوع الكمبيوتر. بسرعه شديده كده انا عايز بس اشرح ايه الباور ده كله جاي منين؟ ايه الفكره من موضوع الكمبيوتر؟ فده كده الوحده الاساسيه عندنا في كلاسيك الكمبيوتر هي البيت. دي معلومه ايه؟ تبقى حضرتك عارفينها. البيت بيبقى في حاله صفر، بيبقى في حاله واحد، وبالتالي لو عندي ان بيتس مع بعض فالان بيتس دول هيبقوا في حاله من اثنين اس ان حاله، حاله واحده من اثنين اس ان حاله ات تايم. قوات الكمبيوتر في عندنا فينومين اسمها السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن ان انا الكوانتم بيت اللي هو المناظر الكيوبيت ممكن يبقى في الحاله صفر والحاله واحد نفس الوقت، دي حاله سوبر بوزيشن. معنى كده ان انا لو عندي ان كيوبيتس في نفس الوقت فالريجستر ده ممكن يبقى في الاثنين اس ان سبيس في نفس الوقت، مش في واحده منهم، في كلهم في نفس الوقت، ده اللي هي بنسميها الكوانتم سوبر بوزيشن. فنستفيد من ايه من كده؟ ان انا لو عندي سوبر بوزيشن وبطبق اوبريشن، بدل ما كنت هطبقها 2 اس ان ستيبس على الكمبيوتر بتاعنا، انا ممكن اطبقها اونلي وانس على الكوانتم كمبيوتر. ده هيديني سبيد اب عالي جدا بالمقارنه بالكلاسيكال كمبيوتر. في عندنا فيتشرز ثانيه بقى. يعني لو عايزين نبس الكلام ده رياضيا فده كده اللي هو الشرودنجر ايكويشن بس في الديراك نوتيشن. تمثل الستيت صفر، حاله صفر وحاله واحد، الاي والبي دي بنسميهم امبليتيودز، المفروض ان مجموع مربعاتهم يطلع ايكوال واحد. الصفر والواحد دول انا بختار كده تو اورثو نورمال بيزس عشان امثل الايه؟ امثل الفيكتور، وبالتالي هذا الفيكتور انا بقدر امثله على شكل بلوك سفير. السوبر بوزيشن ده ما هو الا بيحرك الفيكتور داخل البلوك سفير في اي بوزيشن. فاكشولي انا عندي انفنت نمبر اوف ستيتس داخل البلوك سفير، مش صفر واحد بس زي كلاسيك الكمبيوتر. انا عندي اكشولي انفنت نمبر اوف ستيتس. في عندي بقى فيتشرز ثانيه في الكوانتم بدانا نستغلها في موضوع الكمبيوتنج زي الانتاجمنت. ايه هو الانتاجمنت؟ لو انا عندي تو بارتكلز سيبرابل على الكوانتم كمبيوتر، فانا كل واحده فيهم بقدر اتعامل معاها بشكل مستقل، لو عملت اي اوبريشن على دي ما بتاثرش على الثانيه، دول سيبرابل تو كيوبيتس. ولكن الانتاجمنت اللي هي متعارف عليها باسم شرودنجر كات، ده انا في ترابط غير معروف سببه ولكنه موجود بنستخدمه في الايه؟ في الكمبيوتيشن بين تو بارتكلز حتى لو كانوا ارتكلي فار ابارت فور ايتش اذر، بعيد عن بعض ولكن في ترابط ما بينهم. الفينومينا اللي موجوده في الكوانتم دي احنا استغليناها واستفدنا منها في حل مشاكل كتير جدا في الكوانتم كمبيوتر. غيرت اكشوال الكومبلكسيتي بتاع بروبلمز كتيره جدا على الكوانتم كمبيوتر. بس نلاحظ سريع ايه الفرق ما بين الكلاسيكال كومبيوتيشن والكوانتم كومبيوتيشن. الكلاسيكال كومبيوتيشن انا عندي صفر وواحد بس. الكوانتم كومبيوتيشن انا ستيل عندي الصفر وستيل عندي الواحد، ولكن كمان بدا يبقى عندي حاجه اسمها سوبر بوزيشن بين التو ستيتس. الاوبريشنز على الكلاسيكال كمبيوتر هي لوجيكال اوبريشن زي الاند وزي الاور وزي النوت. الاوبريشنز دي ما ينفعش نستخدمها عندنا في الكوانتم لانها نوت ريفرسبل اوبريشنز، فبقى البديل بتاعها ان انا بستخدم طالما الكيوبيت بمثلها از فيكتور، فالاوبريشنز بمثلها از ماتريكس تحديدا لازم تكون يونيتري ماتريكس. يعني دي يونيتري ماتريكس 2 في 2 دول اللي هم الباولي ماتريسيز. دي عندي ماتريكس 4 في 4 8 في 8 تبقى على حسب حجم الكوانتم ريجستر اللي انا بعمل عليه كالكوليشنز. ده الشرط ليه الاوبريشنز عندنا لازم تكون يونيتري، لان انا المفروض من البوستوليتس بتاعت الكوانتم ميكانكس ان انا لازم الايفوليوشن انسايد الكلوز سيستم must be reversible، وبالتالي كل الاوبريشنز اللي بتحصل داخل الكوانتم سيستم must be reversible، وبالتالي بنمثلها عن طريق unitary operations.
ده شكل بقى الرابطه ما بين الكوانتم والماثماتكس والكمبيوتر ساينس. الكمبيوتر الماثماتكس بتتعامل مع الماتريسيز، احنا بناخد الماتريكس دي وبنمثلها على شكل كوانتم سيركت. كوانتم سيركت بيكون لها انبوت بتحسب حاجه معينه اذا جيت بيطلع منها غلط. الموضوع بكل بساطه ان انا عندي فيكتور اضربه في ماتريكس هيطلع فيكتور اخر. بس انا عايز استفيد من الكلام ده في عمليه الكمبيوتيشن. في عندي بعض الجيتس على ال 1 كيوبيت، 1 كيوبيت يعني 1 واير، بس 1 كوانتم واير، فبتمثل على شكل ماتريكس 2 في 2. لو عندي 2 واير فبتبقى بتمثل على شكل ماتريكس 4 في 4. ده كده شكل الماتريكس بنسميها سي نوت جيت. دي عباره عن ايه؟ عباره عن زي جيت كونديشن كده في البروجرام. بقول والله لو الواير الاولاني بواحد فسيبك تعملي نيجيشن للتاني. دي كده ماتريكس اخرى بنسميها سواب سيركت. دي بتعمل ايه؟ دي بتقلب الداتا اللي موجوده في الوايرد الاولاني مكان الثاني والثاني مكان الاولاني، عمليه تعمل عمليه تبديل. ده شكل الماتريكس، ده شكل الكوانتم سيركت المقابل ليه. لو على ثلاثه وايرز هتبقى 8 في 8 وهكذا. بدا يظهر بقى من الموضوع ده حاجه اسمها الكوانتم لوجيك او الكوانتم لوجيك سيركتس. عايزين احنا نستغل الكلام ده في ان احنا نبني الكوانتم سيركتس بتعمل لنا لوجيكال اوبريشنز زي الكمبيوتر بتاعنا بالظبط، ولكن باستخدام قوانين الكوانتم ميكانكس. استخدام الجيتس البسيطه دي بدا يظهر بقى يعني سيركتس كتير جدا ممكن احنا نكونها. اكشولي اي فوريير فانكشن ممكن نحولها للكوانتم سيركت بتاعتنا. التحويل ده يكفي ان احنا نقول ان الكوانتم كمبيوتر يستطيع ان هو يفعل ويحسب اي حاجه الكمبيوتر بتاعنا يقدر يحسبها، بلس الحاجات الجديده بقى اللي هو بيبدا ايه؟ يبدا يقدمها لنا. ده كده كوانتم سيركت للبوليان فانكشن دي. كان في توك ستوب محمد شعبان موجود كان بيتكلم على موضوع الاوبتمايزيشن، على الموضوع ده ان احنا كل دول ريبرزنتيشن لنفس السيركت. فاحنا بدا يظهر عندنا طرق اخرى، طرق جديده في الاوبتمايزيشن مختلفه حتى عن معناها بالكلاسيك الكمبيوتر بتاعنا. اذا احنا ممكن نلخص عمليه الكوانتم كومبيتيشن كلها بمنتهى البساطه. انا عندي فيكتور، الفيكتور ده ببدا اطبق عليه بعض الماتريسيز، اليونتري ماتريسيز اللي هي الكوانتم جيتس. في الاخر بيطلع لي الاوتبوت ويز سبيد سبيدنج اب بروسيس. يعني مثلا دي كده كوانتم سيركت. الكوانتم سيركت دي عندي ماتريكس 2 في 2 اسمها اتش. طالما هعتبر اوبريشنز ان بارلل فبضمهم مع بعض على طريق كاسر برودكت عشان يطلع لي ماتريكس. يعني دلوقتي المفروض 3 واير، فالمفروض ان انا اشتغل على ماتريكس 8 في 8. فدي كده هقول اتش تنسر الاي، لو فاضيه اي تنسر زد تنسر اتش ملتبلاي. طالما سيكونس يبقى ملتبليكيشن وهكذا. نبدا نشتغل واحده واحده كده، وبالتالي انا ممكن امثل الكوانتم سيركت دي اسال انجويشن، ابدا اتعامل معاها ماثماتيكالي زيها زي اي حاجه في المثل. هيطلع في الاخر كوانتم ستيت بالشكل. حابب بس انهي في البروفرز الجوريزم. هتيجي تتفرج كده السيرش بيتم ازاي في الكوانتم كمبيوتر من ناحيه كمبيوتر ساينس ومن ناحيه الماثماتكس. لو انا عندي الداتا بيس، الداتا بيس دي حجمها 2 في باور ان، فالجوجر وصف لنا كوانتم الجوريزم بيقدر يعمل سيرش في جذر ان مكان ان سبيد اب. هو الفكره بتاعته ايه؟ الفكره بتاعته ان هو هيجهز ان بلس 1 كيوبيتس، هيطبق هادلر جيتس هي ماتريكس 2 في 2 على ال كيوبيتس او على ال بلس 1 اكشولي، ثم هيطبق السيرش اوبريتور بنسميه بولين فانكشن، ثم هيبدا دي كلها ماتريكس. انا ممكن اشوفها از ماتريكس وممكن اضربها مع بعض از ماتريكس وابدا اعملها اناليسيز از ماتريكس. تاثير الكلام ده ايه عندنا في الكوانتم؟ ايه اللي هو قدمه لنا؟ ده كده شكل السيستم قبل ما نبدا. ده الكوانتم سيركت وده البروبابيلتي بتاعت السيستمز واحنا بنعمل راننج. ابدا اطبق الاوبريتورز والماتريسيز على السوبر بوزيشن، ابدا الاقي ان في ايكون معين بدا يحصل له ابلكيشن، البروبابيلتي بتاعته بتزيد اكتر من زمايله. هو ده الايكون اكتر اللي انا بدور عليه. يعني زي كده انك بتسيرش على اي ايكون مثلا الاي دي بتاعت اي شخص. مع الوقت بنلاقي ان البروبابيلتي بتاعته بتوصل ايه؟ البروبابيلتي عاليه، فممكن نبدا نطبق حاجه اسمها كوانتم ميجرمنت. اجد هذا الايكون ويز هاي بروبابيلتي. الغريب عندنا في الكوانتم ان احنا لو كملنا ضرب ماتريسيز في هذا الفيكتور فالبروبابيلتي بتبدا تقل تاني. في الاخر اكتر الكلام ده هي عمليه اوسيليشن بسيطه. دي فكره الابسوليت ابلكيشن اللي جروب قدمها، ان انا بميز الستيت اللي انا بدور عليها باشاره، ثم بطبق عمليه اسمها الانفرجن اباوت ذا لوب.
دي كلها بسمات اكشولي لكنها ليها ابلكيشن في عندنا في الكمبيوتر ساينس. ده لو عايز اوصف نفس السيرفيس اللي فاتت بشكل ماثيماتيكالي فده كده الريجستر بريباريشن ان بلس 1 كوبيتس ثم الريجستر انشاليزيشن انا جهزته بكل البوست ستيتس ثم ببدا اميز الايتم اللي انا بدور عليه عن طريق اشاره بتسميها البيز البيز انفيرجن وبعد كده ببدا اطبع البروفر اوبريتور نفسه وبالتالي بتكسر عمليه الابليكيشن الاول. معظم الكوانتم الجوريزمز بتتحول في النهايه لديفرنس لريكوانس ريليشن بهذا الشكل. احنا الناس طبعا اسمها في الكمبيوتر ساينس نقط والديفرنس ايكويشن والريكوانس يعني دايما بنقف في الحته دي. ان اكشولي وصف السيستم وصف التغير في الامبليتيود داخل السيستم بتوصل للشكل ده. فاحنا محتاجين يعني اكسبرتس في هذا الموضوع نحل دي لان انا عايز اوصل كلوز فور عشان اعرف اعمل اناليسيس للبروبابيلتي اعرف اعمل اناليسيس للكومبلكسيتي اعرف اعمل اناليسيس حاجات كتير جدا. فمثلا حل الريكرنس ريليشن دي جروب اروح اللي انا بالشكل ده وبالتالي يقدر يكسب منها الكومبلكسيتي اللي هي جذريه. الحمد لله احنا خلال ال 10 سنين اللي فاتت كنا بنكون جروب يعني عندنا هنا في كليه علوم والحمد لله يعني احنا بقينا عدد يعني كويس في خريجين دكتوراه اتخرجوا وناس ماجستير اتخرجوا ويعني الموضوع ان شاء الله ماشي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا ولو في اي سؤال. شكرا جزيلا. ايه انا تذكرت حضرتك كده حد ما قريب